نشرة أحوال الطقس تأتيكم من قناة الحياة الجزائرية، أهلا بكم. نمر إلى الوضعية الجوية المتوقعة لصبيحة الصبح بحول الله. أقول إذا مصلحة الأرصاد الجوية تتوقع أجواء الصحوة مع سماء من غائمة كليا إلى غائمة جزئيا بمدن الشريط الساحلي التحاقا بالمدن الداخلية، سماء ملبدة بسحب كثيفة. إذا تهملنا منطقة غردية باتجاه بني عباس حتى على أدرار إن صالح وتامن راست، واحتمال تشكل بعض الخلايا الرعدية واحتمال تساقط بعض الزخات من الأمطار. نشوفوا درجات الحرارة لصبيحة السبت في حدود 11 درجة بعنابة، 9 درجات بالعاصمة، 10 درجات على وهران، 3 درجات فقط، نعم هي الدرجة الدنيا لصبيحة السبت. نسجلها على البيض 12 درجة على ورقلة، 9 درجات بابن عباس، 8 درجات بالجنوب الغربي، 13 درجة على أدرار، 16 درجة بإن صالح، 6 درجات بجانيت، و13 درجة بعين قزام. نمر ونشوف الوضعية الجوية المتوقعة لظهيرة السبت. تبقى الأجواء صحوة ومستقرة مع سماء من صافية إلى مغشى جزئيا بمدن الشريط الساحلي التحاقا بالمدن الداخلية حتى على شمال الصحراء، نعم سحب كثيفة بأدرار وإن صالح حتى على عين قزام مع تشكل خلايا رعدية واحتمال تساقط بعض الزخات من الأمطار، راح تكون مرفوقة برياح قوية وزوابع رملية. تهملنا إذا الصحراء الوسطى. درجات الحرارة 21 درجة على عنابة حتى على تبسة، 17 درجة على سطيف، 18 درجة بالعاصمة، 19 درجة على وهران، راح ترتفع 21 درجة على غردية، 16 درجة على البيض وهي درجة الدنيا. إذا لظاهرة السبت في حدود 25 درجة على الجنوب الغربي، 29 درجة نعم بإن صالح وإليزي وهي الدرجة القصوى حتى على عين قزام لظاهرة السبت. نمر لملحة وأحوال البحر، نشوفوا البحر لنهار السبت كيفاش راح يكون. إذا البحر راح يكون لنا من قليل اضطراب إلى هادئ، هذا على طول الساحل الجزائري. سرعة الرياح تراوح لنا من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة. نمر ونشوفوا الحال كيفاش راح يكون في الأيام القادمة. يوم الأحد عودة الاضطرابات الجوية وعودة الأمطار إن شاء الله على مدن الشريط الساحلي الوسطى حتى الغربية. يبقى لنا الطقس مستقر بسواحلنا الشرقية باتجاه المناطق الداخلية حتى على شمال الصحراء الجنوب الغربي، الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب الجزائري. هذه الخلايا الرعدية تبقى تهم منطقة إن صالح واحتمال تساقط بعض الزخات من الأمطار. درجات الحرارة نهار الأحد إن شاء الله 15 درجة بالعاصمة، 16 درجة على عنابة وتبسة، 17 درجة بأقصى الغرب على وهران، في حدود 30 درجة على إليزي، 32 درجة هي الدرجة القصوى ليوم الأحد أقول ونسجلها بعين صالح. شوفوا نهار اثنين إن شاء الله كيفاش راح يكون لنا الحال. طقس مستقر على العموم على مدن الشريط الساحلي التحاقا بالمناطق الداخلية حتى على الجنوب الشرقي الجنوب الغربي نعم والصحراء الوسطى بعين صالح وإن قزام. تبقى لنا هذيك الخلايا الرعدية وهذاك النشاط الرعدي مع احتمال تساقط بعض الزخات من الأمطار، راح يكون مصحوب بزوابع رملية ورياح قوية. درجات الحرارة نهار اثنين إن شاء الله 17 درجة بالعاصمة، 16 درجة على عنابة وهي الدرجة الدنيا، 18 درجة على تبسة ووهران، 23 درجة على غردية، في حدود 30 درجة على الجنوب الشرقي، 32 درجة هي الدرجة القصوى ليوم الاثنين نسجلها بعين صالح، و28 درجة على عين قزام. نختم مشاهدينا بمواقيت الشروق والغروب لتام العاصمة وضواحيها. شروق الشمس 7:31 دقيقة، الغروب 6:32 دقيقة. للمزيد من المعلومات عن الجو البيئة عليكم التواصل معنا على عناوين لتظهر على الشاشة. ختام نشرة الجوية، في أمان الله.